بعد دخولك في تطبيق الخدمة المصرفية عبر الهاتف الجوال، اضغط على زر القائمة على الركن العلوي الأيسر. اضغط على زر بطاقة دفع مسبق. اضغط على زر نعم للتقديم للحصول على بطاقة دفع مسبق جديدة. اختر نوع البطاقة التي ترغب في التقديم للحصول عليها. ادخل المبلغ الذي ترغب في إيداعه في حساب بطاقتك الجديدة. اختر الفرع الذي ترغب في استلام البطاقة منه. اختر اسماً لبطاقتك الجديدة. اضغط على زر أوافق على الشروط والأحكام، ثم اضغط على زر تقديم. اضغط على تأكيد. ستصلك كلمة مرور صالحة لمرة واحدة من خلال رسالة نصية قصيرة على هاتفك الجوال. ادخل كلمة المرور في الحقل المطلوب. اضغط على زر تقديم. طلبك الآن تحت التنفيذ، وستقوم باستلام بطاقتك الجديدة خلال فترة تتراوح ما بين يومين إلى 4 أيام عمل.